وسط أجواء من الفرح والمودة، احتفلت مدينة روابي بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد مساء يوم أمس بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية والوطنية ورجال الدين. نحن نتحدى الاحتلال بالبناء، بالثبات على الأرض. بنينا مدينة روابي تحدياً للاحتلال، لنثبت أن هذه الأرض أرضنا، ونحن شعب حضاري نستطيع بناء مدن حضارية يتغنى العالم بها. وكما ترى حواليك أعداد كبيرة، وكل سنة تزداد هذه الأعداد، إيماناً بما نفعله، إيماناً بما يفعله الشعب الفلسطيني. من هنا، من احتفال عيد الميلاد في روابي، نؤكد بأننا كنا وسنبقى مسيحيين ومسلمين، شعباً واحداً مناضلاً من أجل الحرية واستعادة الحقوق السليبة. أعيادنا تجمعنا، الميلاد يوحدنا، والقدس تجمعنا أيضاً، والأقصى والقيامة في القدس توأمان لا ينفصلان. الاحتلال المستمر في عمليات القتل والتدمير يحاول سرقة الأمل والفرحة من المواطنين ومنعهم من بعث رسائل الأمل والتسامح للعالم. يعني اليوم رسمة روابي بسمة على وجوه الأطفال، حتى على وجوه الكبار المتعبين اللي عانينا منذ سنوات طويلة، ولكن في الفترة الأخيرة من مجازر ومذابح بحق أبناء وبنات شعبنا. اليوم بسمة جديدة وأمل جديد برغم الألم اللي بنعيشه في حياتنا. العياد الميلاد المجيدة في مدينة روابي هي حدث سنوي كما ترون، فالاحتفالات تملأ المدينة بهذه المناسبة المجيدة. في هذا العام كانت فرحتنا منقوصة لكثرة أعداد الشهداء ولما يمر به شعبنا الفلسطيني من ظروف صعبة على الصعيد السياسي، لكن لن ينقص ذلك الأمل من قلوبنا. الاحتفالات تؤكد أن الشعب الفلسطيني مصر على الفرح ومصر على الأمل وعلى العمل من أجل الوصول إلى الدولة الفلسطينية القادمة بعاصمتها القدس الشريف. إضاءة شجرة عيد الميلاد في مدينة روابي وعدة مدن فلسطينية ليس مجرد حفلا تقليدي، بل يحمل في مضامينه الأمل والبسمة التي ترسم على وجوه الأطفال والشيوخ والمكلومين.